عليكم، معاكم دكتور صيدلي محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن فيتامين د. فيتامين د يا جماعه مهم جدا للحوامل والمرضعات والاطفال وكبار السن، يعني من عمر يوم الفيتامين ده مهم جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم عن منتجات متميزه موجوده في السوق المصري بتحتوي على فيتامين د. اول منتج معايا النهارده اللي هو اوميجا ار اكس. زي ما حضرتك شفتوا اوميجا ار اكس هو اول منتج موجود في السوق المصري عباره عن فيتامين د قطع حلوه. كمان مش فيتامين د بس، ده في فيتامين د وفي فيتامين سي وفي اوميجا 3. استعماله هو قطعتين مضغه مره واحده في اليوم بعد الفطار. هو طعمه جميل جدا جدا، واي حد ممكن يستخدمه، اي واحد كبير ملوش اي اعراض جانبيه. اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، جميل جدا ومفيد جدا، وان شاء الله هنقول لكم على فوائد فيتامين د في اخر الحلقه ان شاء الله، لغايه اخر حلقه ضروري. تاني منتج معانا موجود في السوق المصري بيحتوي على فيتامين د هو دافي ليندي الفا اقراص. زي ما حضرتك شفتوا دافي ليندي هو عباره عن 1000 وحده من فيتامين د، هو بيستخدم كقرص واحد كل يوم بعد الفطار. بس خد بالك، او خدي بالك، مفروض الجرعه ما تعداش 4000 وحده، يعني ما تعداش 4 اقراص في اليوم، تمام؟ طيب بالنسبة للأطفال، أول الطفل ما يتولد لازم ياخد فيتامين د عشان يقيم الكساح، وكمان في نفس الوقت عشان يقوي عظمه ويقوي أسنانه. من المنتجات المعروفة والمشهورة من زمان جدا الموجودة في السوق المصري واللي ما زال كل الأمهات بيسمع أطفالهم هو في دروب نقط. في دروب نقط ده عبارة عن فيتامين د الملي فيه حوالي 2800 وحدة دولية. هو جرعته الأطفال من عمر يوم لغاية سنة أو 4 نقط كل يوم، ومن بعد سنة ممكن ناخد 8 نقط كل يوم، بين 6 ل 8 نقط كل يوم. هو أمان جدا وملوش أي أعراض جانبية. الفيتامين د كمان الموجود في الفيدروب ينفع للكبار مش بس أطفال، يعني لو واحدة حامل أو بترضع أو لو شخص كبير يستعمل فيتامين د قطارة أو قطارتين في اليوم. قطارة أو قطارتين في اليوم يحطهم على مية وعصير أو ياخدهم عادي في بقه عادي، مفيش مشكلة. برضو من الحاجات اللي بتساعد على تعويض نقص فيتامين د. بداية كده فيتامين د، فيتامين د زي ما احنا شفنا في منتجات كتير، اوميجا ار اكس، دافيليندي اقراص، وفي دروب نقط، كمان في حقن كمان موجوده فيتامين د اسمها ديفارول، ودي عباره عن فيتامين د 200000 وحده دوليه، بتتاخد حقن عضل كل شهر لثلاث شهور، وريت تحت اشراف الطبيب. فيتامين د فوائده ايه؟ فيتامين د فوائده كتيره جدا، انه بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الامعاء ويوديه يحطه في العظم والاسنان، يعني بيحافظ على نسبة الكالسيوم في العظم والأسنان بتبقى بنسبة طبيعية، وفي نفس الوقت يحافظ على نسبته في الدم بتبقى بنسبته نسبة طبيعية، يعني بيقي من هشاشة العظام. كمان فيتامين د بيحسن المزاج ويحسن الحالة النفسية، لو واحدة مكتئبة، لو واحد مكتئب، لو متوتر، لو متنشن، لو متضايق، ده هيحسن معاه المزاج. مش بس كده، ده فيتامين د ليه فايدة كبيرة قوي، انه بيساعد على تحسين القدرة الذهنية وتحسين مستوى الذكاء وزيادة التركيز وزيادة الوعي. وكمان فيتامين د من الحاجات الحلوة قوي اللي فيه انه كمان مفيد في الحياة الجلدية، يعني لو حد بيشتكي من صدفية او اكزيما، فيتامين د هيفيد كمان مع ادوية اللي بيصفها الطبيب في علاج الاكزيما او الصدفية، انه بيساعد برضو انه الجلد ينمو بشكل طبيعي، ويساعد ان الجلد يبقى ناعم والجلد قوي. كمان مش بس كده، لو واحد او واحدة لسه قايم من النوم وحاسس بوجع او تكسير في جسمه او تكسير في عظمه، مع انه نايم كويس، مع انه مش بيعاني من اي
امراض او اي مشكله، ده بيبقى في الغالب نتيجه نقص فيتامين د. فلازم طبعا فيتامين د الواحد ياخده عشان يتغلب على الارهاق والتوتر والعصبيه ويحسن المزاج ويقلل التنشنه والتوتر ويعالج الاكتئاب وفوائد تانية كتير. هو فيتامين د اصلا موجود فين؟ موجود اهم حاجه في زيت كبد القط او موجود في اسماك السلمون والتونه وصفار البيض ومنتجات كتير. فيتامين د مهم جدا للحوامل والمرضعات. احنا عرفنا الاطفال عشان يقوم الكساح وعشان عظم الاسنان. طيب والحوامل، الحامل تاخده عادي بامان تام ويفضل تحت اشراف الطبيب، لكن هو امن ملوش اي اعراض جانبيه. لازم الحامل تاخد فيتامين د لانه مفيد للطفله، هو مفيد لها كمان عشان خاطر يقيها من هشاشه العظام ويقوي عظمها كويس جدا ويقوي اعصابها، وفي نفس الوقت هيفيد الجنين لان الفيتامين ده هيساعد ان الواحده ما تعرضش ولاده مبكره، هيساعدها كمان ان ما يحصلش سموم في الحمله، هيساعد كمان في اخر 3 شهور في الحمل انه يقوي عظم الجنين. فطبعا فيتامين د له فوائد جامده جدا. زي ما احنا قلنا في اول الحلقه، الواحده تاخد دافيلين دياراس وده 1000 وحده، حبايه كل يوم ومعاه لغايه 4 حبات في اليوم. لكن لو خدته وهي اصلا ما عندهاش نقص في فيتامين د مفيش مشكله، هو الجرعه الوقائيه حبايه واحده في اليوم. طب اعرف ازاي عندنا نقص فيتامين د؟ ان لو فيتامين د نسبته اقل من 30 او 25 نانو جرام لكل مليلتر ساعتها يبقى في نقص فيتامين د، وساعتها لازم الواحده ياخد اقل حاجه من 4000 ل 5000 وحده دوليه، يعني حوالي قلنا 4 حبايات او 3 حبايات من دافيلين دي مفيش مشكله عادي خالص. تمام. طيب وكمان اتناولنا الاوميجا ار اكس، وقلنا الفايده في الاوميجا ار اكس للحوامل بالذات ان في الاوميجا 3 مع الفيتامين د وفيتامين ج، غير ان انا كمان هنعوض النقص في فيتامين د كمان هنمد الحامل باوميجا 3 اللي هو زيت السمك، وده هيساعد في تكوين الصحه العصبيه وفي بناء الاعصاب وتكوين دماغ الجنين وخاصه في اخر 3 شهور. كمان فيتامين ج وده مضاد الاكسده وبيساعد على تقويه جهاز المناعه، وكمان فيتامين د وفيتامين ج واوميجا 3 بيحاربوا سرطانات، فدي من الحاجات الكويسه. وما تنسوش الاطفال الفي دروب، الفي دروب نقط الاطفال ما تنسوهاش. ولو واحدة ما بتحبش او بتعرفش تبلع او ما بتحبش اقراص، ممكن تاخد قلنا قطرتين كل يوم يا اما على مية او عصير او تحطهم في بقها عادي خالص. تمام. فدي فيتامين د مهم جدا للحوامل والمرضعات والاطفال وكبار السن، وكمان ان الستات اللي هم عدوا سن الـ50 وفي سن اليأس عشان نتيجة بيحصل عندهم دايما نقص في الكالسيوم ونقص فيتامين د. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.